النمو السكاني يشهد العالم تطور ملحوظ في النمو السكاني، وذلك الأسباب الآتية. يعني السبب في الزيادة السكانية اللي حدثت في العالم بعد الثورة الصناعية حنحكي عليها، الأسباب هي زيادة عدد المواليد، أصبح في زيادة في عدد المواليد، أصبح في انخفاض في معدلات الوفيات بسبب تحسن المستوى الصحي والتطعيمات ووفرة الغذاء، وأيضا تحسن المستوى المعيشي والصحي بالتطور اللي حدث في وسائل النقل والمواصلات والصناعة إلى آخره. العوامل المؤثرة